هي مهد الأجيال من علماء وفقهاء ومؤرخين، محافظة الداخلية تاريخ عريق ودور عظيم في الشأن التاريخي العماني. كانت الشريان الرئيسي للتجارة وملتقى القوافل لعدة قرون. ولاياتها الثمانية تحتل مكانة مميزة من سفوح جبال الحجر الغربي، وبين التضاريس الصحراوية الجافة والوعرة تظهر جمالية المكان وروعة مناظر القمم الشاهقة. مقومات سياحية فريدة تتنوع بين الخضرة والصحراء تجذب آلاف الزوار من داخل السلطنة وخارجها. جمال طبيعي استحق مزيدا من الخدمات السياحية. فما هي الحصة المخصصة من الخطة الخمسية الحالية لتطوير المقومات السياحية في المحافظة؟ على النشاط الزراعي والرعوي أقام السكان حياتهم، وما زال الأبناء يتوارثون خصلة الاعتناء بخيرات الطبيعة. والجبل الأخضر يزدهر بثرواته الطبيعية الغنة، حيث تقدم الطبيعة مائدة من الخضروات والفاكهة مما لذ وطاب. فبالإضافة إلى التسويق والبيع المحلي، كيف تستثمر خيرات الجبل والمناطق الأخرى في التسويق الخارجي؟ وفق إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يتجاوز عدد سكان محافظة الداخلية 416,800 فرد من مواطنين ووافدين، وهو ما يستدعي الحاجة إلى تزايد الخدمات في مختلف القطاعات لتلبية احتياجات السكان. فتوسعة ورفع كفاءة المراكز الصحية والمستشفيات ورصف الطرق وتوفير شبكات المياه وتقوية شبكات الاتصالات مطالب متكررة لأبناء المحافظة.